علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إنعوى بعيزي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهئيل بن قنان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. آج ہمارا جی چاہ کہ میں امیر المومنین کا نسب بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے، شہادت کا دن ہے.